بتمشي عورق الشجر بيخشخش ما عدا حسيتك. توصلي الشي بيشبه تقاطع طرق، طلع الشمال يمين، تسمعي من الشمال صوت حيوان غريب بتكمل شوي شوي، تمشي شوي شوي شوي، تحاول تفهم من وين شو هو هالصوت. فجأة بتسمعي كمان مرة لا 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 لا، أنا مش هقدر. شوفي، ما بدك تعرفي من وين الضهرة؟ لا بدي، بس مخي في مليون حاجة وضربات قلبي زادت قوي. أوكي 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 خلص، بدك ترتاحي شوي. لا عايزة أمشي، أصل أنا جعانة. إحنا هون كتير بعد، بس بتعرفي شو؟ نروح شي محل قريب ناكل لقمة وبعدين نمشي. ببص على الجي بي اس على أقرب مكان هنا. بلا التليفون بلا الجي بي اس، تركي لي الكنترول شوي بعدين نرجع بالجي بي اس. كنترول على التليفون.